فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مسلمة من أمريكا تقول إنها قد هاجرت إلى السعودية وليس لها محرم هنا، تقول أحيانا أحتاج إلى أن أسافر إلى الخارج من أجل التأشيرة ومن أجل تغيير الكفالة، تقول ماذا أصنع في هذه الحال؟ إذا اضطرت إلى هذا ماذا تصنع؟ تسافر، لأنها يعني مضطرة إلى مثل الهجرة، للمرأة تسافر سفر الهجرة بدون محرم كما فعلت بعض الصحابيات. نعم.